السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زاد ومرحبا بكم في درس جديد في سلسلة باوربوينت بالعربي. في الدرس هذا حنتعرفوا أو حنتعلموا طريقة إنشاء مشروع جديد في الباوربوينت. إذا نقول بسم الله، أول شيء نديروه نفتحوا البرنامج اللي هو باوربوينت أوفيس. هذه الشاشة الرئيسية للبرنامج، طبعا ممكن تختلف بحسب الإصدار. يعني أنا حاليا نستخدم في نسخة أو الفيرجن بتاع الباوربوينت 2016. إذا تستخدم في 2013 غالبا حيكون بنفس الخلفية، وخلينا نقوله بالضبط أو تماما، لكن في حالة إن كان 2010 أو 7 حيكون مختلف. لكن الحاجات البسيطة أن غالبا حتكون عندك شاشة هي اللي هي شاشة التمبلتس أو الحاجات اللي جاهزة اللي أنت تقدر تعدل عليها. يعني مثلا مش محتاج إنك تبدأ من الصفر لحاجات هي أوريدي أو فعليا موجودة، بس أبدأ عليها وعدل فيها. بكل بساطة اذا بالعربي او بالانجليزي حتلقاها بلانك برزنتيشن، اذا بالعربي حتلقاه عرض مرئي فارغ او جديد. فبس حنضغط على، يعني مفيش، او ممكن تكون انه بكنترول ان اذا تشتغل عندك، او اذا ما اشتغلتش بس حدير كنترول ان، تضغط على البلانك برزنتيشن او عرض مرئي فارغ، حتضغط ضغطة واحدة كليك حيفتح لك عرض مرئي جديد. حنا هيك درنا عرض مرئي جديد وفارغ لك. رحنا فعليا حاليا في الدروس الجاية حنتعرفوا حنستخدمه هو بس حتى نتعرفوا على باقي القوائم، لكن في الطبيعي انا كشخص او الاغلبية طول يستخدمه في واحد من اي حد يستخدم من تمبلتس هادم. واذا انت اونلاين او على النت تقدر تبحث هنا، ومثلا عندك برزنتيشن بتعطيه في الجامعة وانت تقرا مثلا في تخصص تقنية معلومات، بس تكتب هنا اي تي او تكنولوجي او مثلا روبوتكس او بروجرامينج، تكتب اي عبارة من العبارات اللي لها علاقة بالتكنولوجيا او الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تقنية المعلومات، يطلعوا لك العديد من التمبلتس اللي اسلوب التصميم الخاص بهم شبيه باللي انت تقرا فيه. يعني فيهم مثلا لابتوبس او فيهم صور لها علاقة بالحاجات هي. خلينا قبل ما ننهي الدرس نتعرفوا على باقي الحاجات اللي موجودة في القائمة. عندنا قائمة open اللي هي فتح. نبدأ من الأول. بالنسبة لقائمة info لهذه هي عبارة على information، اختصار information أو معلومات، يعني حاجات إضافية مثلا كيف تحمي presentation موجود عندك، كيف تدير inspect presentation، يعني قبل ما تدير لpublish الملف هذا تشوف في حاجات أو خصائص خاصة به. اسم مثلا، كان بتدير اسم للشخص اللي خدم على presentation هذا في حالة ان اللابتوب أو presentation هذا يخدم أكثر من شخص يخدموا عليه. مثلا عندكم فريق في لابتوب واحد تخدموا به كلكم في البرزنتيشنز، فانت بتجي كل برزنتيشن بتحدد مين هو اللي يخدم فيه. بدل ما تكتبها في التصميم نفسه والناس يشبهوا من خدم البرزنتيشن، تقدر تديرها هنا يعني ليكم انتم بس مش للناس الاسم هذا. او مانج برزنتيشن، باقي هذه باقي البروبرتيز للبرزنتيشن اللي انت تخدم فيه التفاصيل الخاصه به. تاني قائمه اللي هي قائمه نيو او جديد. هنا احنا حننشئ، هو هذه اساس الحلقة، هذه هي كيف ننشئ برنامج جديد، يعني كيف ننشئ عرض مرئي جديد. فاحنا حننشئ عرض مرئي جديد من قائمة جديد، يعني اما يكون بلانك او فاضي، واحنا قلنا انه في العادة في الطبيعة 90% المفروض انه ما نستخدموش، لان غالبا حيكون نقدر نستخدمه العديد من تمبلتس الموجودين هنا. احنا خلال الدروس الجاية حنعرفوا كيف احنا نصنع التمبلت بروحنا، لكن هو في العادة التمبلتس اللي موجودين في فصل الباوربوينت يكونوا كفيلين جدا ان تستخدمهم او تعدل فيهم. اذا شيء طبيعي حتعدل فيهم، لكن كفاية جدا. القائمة اللي بعدها هي قائمة open. احنا في القائمة في خيار open هذا حنقدروا نفتحوا برزنتيشن احنا خادمينها قبل. يعني احنا حنخدمه في الحلقة هذه مثلا على برزنتيشن، وبعدين في الحلقة اللي بعدها حابين ان نرجع ونخدم عليها من جديد. بمجرد ما نفتح الباوربوينت حيقول لنا ان ناخد على مش أفت... حيفتح لي الصفحة هذه انه بنختار مشروع، فاذا نبي نخدم على هذاك الاول حنجي ندير اوبن، حيعطيني بجهة اليمين اخر حاجات اني خدمت عليهم، يعني الريسنت برزنتيشنز اخر حاجات اني خدمت عليهم. لكن انا اذا ما لقيتهاش مثلا خادم عليها قبل شهر، وخلال شهر هذا خدمت هلبة حاجات جديدة، فبس ندير براوز حيفتح لي الاكسبلورر بتاعي او المستكشف بتاع الملفات. نقدر نختار البرزنتيشن اللي انا نبيه، حيفتح لي البرزنتيشن اللي انا كنت نخدم عليه. القائمه اللي بعدها اللي هي سيف وسيف از وغيرهم حنحكي عليها في دروس قادمه، يعني كيف نحفظه، كيف
ناخذ مشروع وغيرها. فببساطة نقدر نقول ان الدرس هذا تم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وممتع بالنسبة لكم. ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.